نتجه الآن إلى الفلبين لنستمع إلى تلاوة المتسابق علي إيدو مانيغنغ، نشاهده سويا على الشاشة. أخوكم علي إيدو مانيغنغ من جمهورية الفلبين، وأقرأ برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن هذا المتسابق من الفلبين علي إيدو مانيغنغ، نشاهد ماذا يقول له شيخنا في تعليقه. بارك الله فيك يا أخ علي، ما شاء الله، والله أنا سعيد بسماع هذه التلاوة من أخ يعني لغته الأم هي اللغة الفلبينية، والله أنا سعيد، وأسمع الحاء وأسمع الخاء وأسمع العين، هذه الحروف الصعبة على أصحاب تلك اللغة. الفاء، الفاء أيضا إخواننا في الفلبين الفاء عندهم مخلوطة بالبي، ها يعني تسأل أحدهم من أين أنت بيقول لك فيلبين، ما بيقولوا فيلبينا. فما سمعناه الآن من الأخ علي يعني حروف عربية، حروف عربية ما في كلام، فاتك واحدة بس، فحبطت أعمالهم، همسة التاء الله يرضى عليك، فحبطت أعمالهم، حبطت، شايف النفس هذا، فحبطت أعمالهم ضروري هذا الله يرضى عليك. عندك موضوعين ما لهم علاقة بالتجويد، لهم علاقة بالوقف والابتداء. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا، وقفت أنت ثم قلت واتخذوا آياتي ورسولي هزوا، هذه واتخذوا مربوطة بالأولى، يعني جزاؤهم جهنم بما كفروا وباتخاذهم آياتي ورسلي هزوا، بسبب هذين الأمرين، بما كفروا وباتخاذهم، قال واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، استهزاءهم بالأنبياء، استهزاءهم بآيات الله، هذا مورد للنار، مورد لهم إلى النار. تبهت؟ فما بيصير نوقف ونقول بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، مربوطين مع بعض. كذلك الأمر فليعمل عملا، فمن كان يرجو لقاء ربه، نسأل الله
أن يكرمنا بلقائه جل جلاله. فمن كان يرجو لقاء ربه إيش يعمل؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. هدول الأمرين، العمل بده يكون صالح وبده تكون النية سليمة. ما بيصير يعمل عمل صالح وقصده الناس أو قصده الدنيا، بده يكون العمل صالح وقصده المولى الجليل سبحانه وتعالى. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنت قلت فليعمل عملا صالحا ووقفت، ثم قلت ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ما بينفكوا عن بعض. انتبهت يا ابني؟ الله يرضى عليك ويسعدك. ويرضى عليك ويسعدك شيخنا الكريم، وشكرا لك متسابقنا علي إيدو منغنغ من الفلبين.